نورنا طبعا، وخليني ابارك لك في البدايه طبعا على التعاقد مع فريق طاميه للفيوم. الله يبارك فيكي، بشكرك طبعا وسعيد ان انا موجود معاكي، ويا رب ان شاء الله تبقى حلقة يعني تبقى بشرة خير ان شاء الله باذن الله يا رب يا كابتن ليوم ان شاء الجمعة الله. باذن الله. ده اول مشوارك في التدريب يا كابتن هو كمدير فني. نادي طمية الفيوم، طبعا الناس اللي ما تعرفش ان نادي طمية بيمثل الفيوم في الدرجة الثالثة، وطبعا كان في الممتاز السنة اللي فاتت والسنة دي في الدرجة الثالثة. فهم كلموني طبعا العقيد محمد عمر طبعا الرئيس الشرفي لنادي طمية، استاذ محسن جميل رئيس النادي، استاذ حماد عمار اللي هو المشرف العام على الكورة، كابتن عبد الباقي طبعا مدير الكوره معايا في الجهاز، كلموني ان احنا عايزين تبقى موجود معانا السنه دي، وقعدنا واتفقنا على كل حاجه، وشفت ايه هم ايه الهدف من التعاقد، يعني ايه الهدف يا كا؟ في يعني لازم تبقى عارفه ايه الهدف اللي احنا متفقين عليه. يعني انا لما كلموني قال هدفكم ايه، هدفكم إيه الامور تبقى زي كل سنه ولا في هدف. فبناء على كده قعدت واتفقت، والناس بصراحه يعني مجلس اداره يعني داعمين بشكل كبير جدا في ثقه، اداني كل الصلاحيات ان انا اجيب جهاز فني بيمثله في كابتن احمد ايهاب مدرب مساعد، معايا محمد جمال مدرب برضه مساعد، معايا الدكتور كريم دكتور في الفريق، كابتن محمود خطاب مدرب الحراس، كابتن طه طبعا الاداري. يعني قدرت ان انا اجيب جهاز فني كله من الفيوم برضه، جهاز فني محترم عنده نفس أكيد. الهدف. أكيد. وتعاقدنا مع بعض الصفقات اللي هي من الفيوم اللي لها باع في الدرجه، لعيبه كلها محترمه تقدر تساعدنا ان شاء الله باذن الله الهدف ان اللي شاء احنا الله. عايزين واحنا اللي احنا بنتمنى لكم جايين التوفيق يعني. طبعا يا كابتن، وان شاء الله السنه الجايه تصعد درجه ثانيه يا وتحقق رب بقى ان حلم شاء الله مدينه طبعا، الفيوم كلها. اتمنى يا رب تبقى بدايه بالنسبه لي يا خطوه رب باذن كبيره الله. في التدريب، وطبعا انا مش غريب عن الفيوم، انا ابني من الفيوم، اكيد ونادي طمية يعني يستحق ان شاء الله باذن الله يبقى في مكانه احسن من اللي موجود بإذن فيه الله. باذن الله. بتمنى لك طبعا كل التوفيق ربنا يا كابتن. يخليك.